تمام، اسم علام مذكر عربي جاء على صيغة المبالغة لاسم الفاعل من الفعل تم بمعنى اكتمل، والتمام المكمل أو الذي يجعل الأمور كاملة، أو هو الذي يصنع التمائم وهي التعويذات. وأبو تمام خير شعراء العصر العباسي بعد المتنبي. أما تمام فهو اسم علم مؤنث عربي معناه الاكتمال، ويطلق على قمر ليلة منتصف الشهر القمري أو القمر التمام أي البدر. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لقناة تصميم الأسماء، وهي موجودة في الوصف أيضاً.